ديك أعطي بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام على النبي الكريم. أنا بدوري بسلم على المنصات اللي حضروا معنا كاملين والأحرار المدونين اللي حضروا معنا مدونين أحمد داوود الله وشاكر من المنبر الناس كاملين اللي كنت معنا سابقا المؤتمر ونختار نديركم صورة اللي سبق ذيك اليوم. أنا اليوم ناشرت المعهد العالي لعلوم البحار اللي كيف تعرفوا بنص مرسوم للنظرة الأكاديمية لأنه مؤسسة لتكوين أطر الإدارات العمومية في مجال البحر. ولين جيت المؤسسة اليوم جيتها عندي مفاتيح المكتب مكتبي هم وعندي وثائق القانونية اللي هو مقرر التقسيم في المؤسسة وأستاذ جامعي مرسم في المؤسسة. وذا اللي خلق لأن طابع التعسف وطابع استغلال السلطة واستخدام النهوض والمركز القانوني السيء هو اللي مازال خالق. منين جيت تلقاولي بمراد من الجيش اصلا ما عادة قاعدوا هم ولا كانوا هم اللي مؤسسة فيها اللي محتضنة كاملة للمدنيين ورفضوا على اني ندخل نهائيا شور مكتبي. واستظهرت لهم بالوثائق ورفضوا طبقا لأوامر عسكرية من القائد العقيد محمد أحمود الحضراني اللي ما زلت كان يجي على اخباره في البث اللي هو في اطار استغلال النفوذ والسلطه واساءه استغلال المركز القانوني اللي خول القانون. وعلى كل حال اذا لين نرجع شوي الذي خلق اليوم هو كيف قلت لكم اعلني مشيت واعد معهد العالي لعلوم البحار المؤسسه اللي بالقانون منشي الاكاديميه البحريه مؤسسه لتكوين اطر الادارات العموميه في مجال البحر. وتفاجئت لاني اليوم مدي تلقاولي ياسر من العسكريين اللي ما كانوا قاعد اصلا في المؤسسه في المؤسسه محتضنه لا المدنيين ولا مكاتب المدنيين. وللاسف الشديد رفضوا على اني ندخل عندي مفاتيح المكتب وعندي اللي قالوا وعندي اللي قالوا الوثائق القانونيه اللي موجبها استاذ مرسم في الاكاديميه البحريه. اذا اللي خلق شنو؟ حاولوا انهم يسمحوا للناس كامله تدخل، الناس اللي ما عندها قاع ارتباط بالمؤسسه، والناس اللي عضويين في المؤسسه، والناس اللي اشخاص عاديين، ومنعوني بصفه نهائيه، وذاك الضرب جاء الدرك الوطني. ونيش الدرك الوطني اختادوني شور الذي قالوا مركز الدرك كتيبه الدرك كان صادق لمستوى كان صادق الى اداره الوالدين. وتم توقيفي بمات اياها واستظهرت لهم بالوثائق وسولوني الذي الدور شنو؟ قلت لهم اني موظف رسمي في الدوله. اللي اشتغل الدوله الموريتانيه. وعلى اني ذلي واعد على انه ما هو ملك شخصي لي شخص ايا كانت طبيعته. وعلى ان العقيد محمد احمد بن الحضرامي اللي مارس ضدي العنف وهدد به على انه عنده نظام داخلي للمؤسسه العسكريه هو اللي ينظمه. وعلى اني انا عندي النظام الداخلي لاساتذه التعليم العالي رقم 126/2006. وعلى ان غياب القانون في المؤسسه ما يعني التغول واستغلال السلطه. واذا عادوا الوزراء ثلاثه وزير التعليم العالي وزير الوظيفه العموميه وزير بلاط الصيد وزير الدفاع تبقى احكام الماده 35 من المرسوم رفضوا على انهم يطبقوا المرسوم كلهم فيما يخصه اللي مشينا احنا ضحيته ومشى ضحيته طلبه ومشى ضحيته الناس كامله اللي هي بعد اللي تتعلق بالشؤون الاكاديميه والتعليم العالي. ركاتي يعني اختار اوضح للي يخرج عند الدرك، للي يخرج عند الدرك على انهم باتصالهم مع وكيل الجمهوريه بعد دور عود سواي على فمات ايام اتصال مع وكيل الجمهوريه قالوا على اني ما يعطيتنا نجي المؤسسه نهائيا نرى وكيل الجمهوريه بلغني عن طريق المهمه الدرك الضبطيه القضائيه على اني ما تجي المؤسسه اللي مرتبط بها ارتباط قانوني وثيق واللي ما قدمنا عليه منها ما هو القانون ما هو بناء على الاوامر العسكريه من العقيد محمد حمود الحضراني على اني ما يعطيتك نجي فهم بنظرهم هم على ان المشكله مضاك كانت تحل المشكله هو نختار نبه للرواد الراي العام الوطني والشعب الموريتاني على اني ماني فاهم ارتباط قضيه جنائيه انا هو الشاكي فيها وانا هو اللي تعرضت فيها الاهانه وانا هو اللي تعرضت فيها للضرب والسحل امام طلبتي ومؤسسه تعليميه من طرف عسكريين وداخل مباني اداره الدروس.
شنو هي علاقة القضية الإدارية؟ قضية إدارية تنصل منها والي الولاية من شكيته، وتنصل منها والي الولاية من قابلته، وطلب مني الاعتذار وأنا جاي وفضعية تمت فيها ابتهار كرامتي تم فيها التعدي عليا. هذا هو واقع الإدارة والمرافق العام اللي يبقى نتكلم عنه. القضاء جيناه سابق نظلمه، سابق نداره في الوضعية وشكينا له بعزم من النيابة العامة هي قالت لنا نمشي شورى الخلطة، ونين جيناه هم اللي خلق ذاك اللي خلق اللي هو تم الاعتداء علينا. إذا نختار نقول للرأي العام الوطني والشعب الموريتاني وأحرار موريتانيا إني ماضي في النضال ضد الظلم وضد الغدرسة وضد التسيب وضد استغلال النفوذ والمركز القانوني. هذه المؤسسة اللي صار ضمن روايات نختار نجاوب عليهم هون. أولها حديثهم هم عن الانضباط في المؤسسة، المؤسسة ما قطعت فيها الانضباط لأن الانضباط أول وبعد قاع سد الفراغ القانوني، بحيث أن من العلاقة اللي بيننا احنا والمدنيين والعسكريين يعود ينظم القانون، ما تخلى فوضى، تغذي السلطة، لأن فم المؤسسات عسكرية كيف قد، وإذا ما أنت دائما نرجع له كيف بوليتكنيك والمعاهد التابعة له، ومعهد بها المعادن والزوالات، ومعهد الأشغال العمومية بلاد، ومعهد الطاقة، والأكاديمية العسكرية بطار، هذو كاملين من يجمعوا بين المدنيين والعسكريين وعدة الإطار القانوني اللي ضمن الناس شهاداتها الأكاديمية وضمن لها احترامها وضمن لها كرامتها. للأسف الشديد نحن نتعرض لاستغلال سيء للسلطة، ما يتعلق بالانضباط للقانون ما هو خارج مسؤولية من رجالة كاملة تعاقبت هون، والتظلمات موجودة عند وزارة التعليم العالي، وموجودة عند وزارة الدفاع، وموجودة عند الفتوى والمظالم، وموجودة عند رئاسة الجمهورية، وموجودة عند البرلمان، وموجودة عند اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، والمفوضية السامية لحقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة. إذا نحن الذي مطلوب منا شنو في دولتنا؟ ما هو التظلمات اللي عند والي الولاية وعند الضبطية القضائية وعند النيابة العامة. هذا للأسف هو الانضباط اللي يتكلموا عنه. الساوي يتكلموا ونيتاوي يتكلموا عن الانضباط، عن المدرسة خاوا منها أبناء الشعب الموريتاني من خيرتهم ومعدلات عالية جدا في البكالوريا وسنتين من الأقسام التحضيرية خاوا منها بلا شهادات وطنية. مسؤولية منين هو منين كانوا يتكلموا عن الانضباط؟ منين كانوا يتكلموا عن الانضباط؟ منين انقفلت المدرسة؟ لأن السنة الأولى تم كفيرها بعد وفاة الطالب ذيك الظروف اللي يعرف الشعب الموريتاني كامل وإصابة زملائه غادروا المؤسسة وانقفلت السنة الأولى. منين الانضباط؟ منين الانضباط السنة الأولى ما يخالقوا سنة ثانية في ستلاني سنة ثالثة في 14 تلميذي والمدرسة اليوم انقفلت. منين كان الانضباط؟ هي كنا على مدار 5 سنوات 6 نحن في المؤسسة ما قط داولنا النتائج في يوم من الأيام. هذا معروف، معروفة قضيته، معروفة وضعيته. ومنين كان الانضباط؟ هي كانت الشؤون الأكاديمية ما يخاف على وزير التعليم العالي اللي زار موالي بهون وجمع هذا العالي اللغات والترجمة ولا قد يجي الأكاديمية البحرية. الأكاديمية البحرية فيها استغلال النفوذ وفيها ممارسة السلطة وفيها ما يسكم الأنوف ما تقدر تسكت عليه. الطلبة وضعيته معروفة والأساتذة اللي خلق لهم معروف وعلى أنظار ومسمع وزير الدفاع اللي وصل للمؤسسة وقائد أركان عامة الجيوش اللي وصل أيضا المؤسسة الشعب الموريتاني يشوف أبنائه ويجربوا من طرف القوات المسلحة. هو نختار نثير علامة استفهام، هم اللي يدافعوا عنا منه شنو؟ من رأيه كانوا خطر أجنبي، احنا اللي قاعد في الوطن ما قدرت تفتحونا ضده. ولا قديتوا تتدخلوا منين هم اللي خلق، ولا قديتوا تحاسبوا الجنات، ولا قديتوا تجربوهم للقضاء، القضاء اللي منين يتحاكموا 2 من القصر في مرسى يعدد مسطرة شمال حق 10 دقائق، هذا انتم تعرفوه. اليوم منين جيت للنيابة العامة يامس جيت لوالي أبناء الشعب الموريتاني مصف الدين بالعديد جاي من الشامي وجاي من الأزقة وجاي من الشوارع في الوقت اللي المدرسة تبعد مترين من النيابة العامة ما قاعد يتحرك ساكن والوالي ما قاعد يتحرك ساكن والدرك ما قاعد يتحرك ساكن. هذه هي وضعية المؤسسات اللي تعيش الشعب الموريتاني اليوم. بركات إياها نحن أمام الله نقول لكم يا عرف السبب بطل العجب. في سؤال ثاني ذار لي، وين هي النقابة الوطنية للتعليم العالي؟ النقابة الوطنية للتعليم العالي وضعيتها معروفة للشعب الموريتاني، عندها زيادة وعدلت لها ما لها شيء الرواتب أساتذة التعليم العالي، وعندهم قطاع أرضية ينطاولهم، ولا تسولوا عنهم أحدهم سولوا عن مرفق القضاء منين؟ القضاء نطاولوا سيارات رباعية الدفع وأخذوا له والنامس ومدي وثلاث أخرات ونزادوا له ونزادوا من إخلاصاتهم. المؤسسة التشريعية اللي هي البرلمان وضاعفوا لهم رواتبهم، لفهمتوا نطاولهم قطع عرضية، وهذا كامل على حساب الشعب الموريتاني اللي لا ينقاد عليهم في دولة مدنية وفي ديمقراطية وفي مؤسسات وفي مرفق عام يتجلوا، لليوم ما خارج منه شيء، خارج منه الا الذي تراعوا فيه، ليس من سمع كمن رأى. منين وقفنا على ذا؟ الحقناه الإدارة العمومية
ومرفق القضاء يتكالموا على المواطن البسيط، وعندهم فيه درجتين من المواطنين، مواطنين درجة الأولى ولقاع ما لاحقهم شيء، كيف تكلمت عندهم؟ عندهم حصانة برلمانية، حصانة قضائية، عندهم امتيازات، عندهم قطع أرضية، عندهم علاوات، مواطن من الدرجة الأولى هم العسكريين اللي يرتكبوا جرائم ويدخلوا في ذكنات ولا يجد حد يتركهم ولا يجد يتصور مع الأخبار، مواطن من الدرجة الثانية هو الأستاذ والتلميذي والمواطن الموريتاني البسيط اللي اليوم طب إسبانيا كيف راعوا فيه؟ فيه إضراب مقطع النظير، الناس ما يرى حد يعالجها، ما يرى حد يداويها، وتعرفوا وضعيتها، نديروا على وضعية التعليم اللي هي وضعية الصحة، واللي هم سبعة أشهر ما يحرصوا مني، ما شاف حد أخبارهم، وإمكان ما عندهم الإمكانيات اللي يشتغلوا بها، نحن نعيش واقع مزري، لو نقول لكم أنا الأستاذ الجامعي الدكتور عبد الرحمن زروق من ولاية داخل دواليبو، رئيس الجمهورية يا الله يسمعوا ويا الله يسمعوا مني، معية هم تصامم في الإدارة، هم تصامم في مرفق القضاء، يا الله يسمعوا اليوم هو قاعد بالنعمة بين جحاف المطبلين، جحاف المنافقين، جحاف الناس اللي ما تنفع، اللي من ستينيات القرن الماضي هي واحدة بنفس الإيقاع ونفس الموسيقى مع أي حاكم جه في الوقت اللي ينهار قيمنا كمجتمع، مؤسسة التعليم، ممتاز الصحة، ممتاز واقعنا الأمني، واقعنا الاقتصادي والاجتماعي، والتالي إنهم على جلب علينا صادر يبطونا ولنا دفع عشر قضاء 21 يوم اليوم داخلي في الأسبوع الثالث ما في مؤسسة قضائية تجرؤ على هذا. نختار نضيف علينا مسألة ثانية، نرجع على الأساتذة اللي الأكاديمية دي ما ينضموا. نحن ستة أستاذ لغة إنجليزية ودبرنا نفس المكيدة اللي دبرت ريانا اللي موحول فيها اليوم. قاس للغرض منه شنو؟ لأنه يدفع شو الإدارات ويبرك الطالب من التظلمات. عنده تظلم شهور لمين عامل وزارة الدفاع للوزير، لوزير التعليم العالي، رئيس البرلمان، رئيس هيئة الفتوى والمظالم، للمحكمة العليا عندها حالة تظلمات الأستاذ اللغة الإنجليزية جاي من المحكمة العليا الأكاديمية البحرية ما ترد عليها ما يعترضون في القضاء. عنده تظلمات أمام الوالي، الأستاذ الملاحة البحرية نفس الشيء، عنده تظلمات حتى أنه اضطر يمشي رسالة عبر DHL البريد السريع الوزير الدفاع مباشرة، وعنده واحدة الأمين العام وعنده واحدة القائد الأركان العام للجيوش، نحن نزرقنا في ميدان وعسكر فعل غياب القانون، ونحن ما لنا عسكريين، والتعليم فيه خسر، الشهادات الوطنية ما يخارقة، وصاية التعليم العالي ما يخارقة، وتنفيذ المرسوم اللي يلا كان يعدل تلقى الأحكام المادة 35 ما يعدل، هذا الواقع المزري اللي نعيشه اليوم اللي يلا اليوم تسمعوا الحكومة ويسمعوا الشعب الموريتاني وتسمعوا المواطنين اللي بخارج، الشباب اللي هاجر اللي باعوا نساء الحلي وباعوا القصرات وباعوا الترابات وباعوا مشاريعهم الصغرى واقترضوا من البنوك يدوروا يهاجروا ويخلوا لكم الوطن، الوطن اللي بتطينا فيه واللي فيه مد تسيرنا ما تنفع، نقولها لكم انا عبد الرحمن البطالي، اللجوء المرفق لا ينصف المواطن ما ينفع، وجود والي ما عنده اساس في التحرك على وجه السرعه للمواطن يظلم له، ما عنده ما عندنا قايد، ما عندنا قايد عسكري ظالم، عسكري طاغيه، ما عندنا في قايد، عاقب ذاك اليوم ترصد ميزانيه كبيره للشعب الموريتاني يتكلموا عن انتخابات، انتخابات لاش. اختيار خاطركم انتم اصرار الباطنين منكم محدين اللي من عند رئيس الجمهوريه قائد على القوات المسلحه وزير الدفاع انا يقول لكم انا ما يقول لكم حد اخر انتم اصرار تبطون وحدين منكم ويقولون السكنات العسكريه ولا يسوون حد اخبار هم اللي منكم في ساحه التريه يدخل علينا فريق كوستيم جديده ويقول لنا انا مدني والدوله المدنيه لا كذب لا يستقيم في البلد اللي هو اما عندنا مؤسسات مدنيه حقيقيه وعود عندنا نظام شرعي حقيقي وطني وإما نعرفون كذبة لم تعد تطلي على الشعب الموريتاني يقول لك ما نستاذ الله ما فينا قابلين كل صنب ريفاليا كوستيم ويدخل فيها ويجي يتفرح عنه ويقول أنا مدني وخلطة قاعة ما عندي علاقة ونعود ومن اللي نحماه بسنو نين يرتكبوا نين يرتكبوا الأخطاء الجسيمة ونين يرتكبوا التعذيب والضرب والسحب الاحتجاج داخل المؤسسة شاف العالم كامل اللي يخلق فيها الإدارة الدروس هذا للأسف عيب يرد به عيب لكن مصاريف اللي نصرفوا للانتخابات هاي الانتخابات شنو هو المريد منها؟ نعود ما هم بصل للسلطة سلطة قضائية سلطة تشريعية وسلطة تنفيذية وعود فهم خدمة للمواطن وفهم تقريب خدمات للمواطن وفهم حرية الرأي والتعبير كيف زربتوا عروسكم خانوا الرموز لفهمتوا وخليتوا المواطن يزرب عليه وزرب الصندري بذكنة عسكرية وارتكب حماقة وارتكب جريمة حق أساس التعليم العالي زرب عليه من زرب عليه هل هو الوطن؟ هل هي المؤسسات الدستورية والديمقراطية؟ لا سيد رئيس الجمهورية هذه جريمة في حقنا كشعب وكمواطنين ما يرى يسكت عليه هذا ما يقدر يستمر بحالته هذه للي له يتصدى الانتخابات اليوم يا الله ينحل به مشكلة طب اسباني ويا الله ينحل به مشكلة تدوية اللي الناس ما يارتها ويا الله ينحل به مشاكل امراض تصفيه الكلى والسرطان الشعب يموت ويا الله يوظفوا به الشباب العاطل عن العمل لانه في النهايه هي مردة معدلة الأساس منها ما هو بصر السلطة ولا الديمقراطية كانت الديمقراطية خارجة ما يعد أستاذ تعليم عالي يتولى بين القضاء وبين الذين قالوا مؤسسات الإدارة تتمادوا ويتمادوا الدرك ضد
جريمه مرتكبه مكتمله الاركان دون ان يتم استدعاء القضاء. وهون نهيب بلاني ماني جاحد شلاني لا مشي، فهم علاقه قرابه بين وكيل الجمهوريه وبين العقيد اللي هو اللي يقود الاكاديميه البحريه. واذا انا ماني كيفهم، انا قابل سلطه القانون وماشي بالقانون. وقعدت باين ارجع لتلاميذي في يوم من الايام يكتب التاريخ اللي قريتهم، اما نقريهم نركض نقريهم ونشد عليهم القانون، خالد نرجع نقري القانون، واما يفهموا طلبتي على ان القانون ما عنده وجه ولا هو خالد مولي، نستقال من تدريس القانون. هذا يعرف رئيس الجمهوريه، كوني ما معايا قبيله ولا معايا جهه، هذا خياري الشخصي، ما تصحبني قبيله ولا جهه في المشوار اللي هو، قد يصحبوني في احرار موريتان، شباب موريتان، موريتاني بالمهجر، الوطنيين، الحقوقيين، الاحرار. إني نوقف الدولة على اللي يلا توقف عليهم عبر طريق الشجن. طرك يا أراني نهيب على اللي شور القضاء مازال شور، ونهيب على الشعب الموريتاني يلا يعرف على الأستاذ اللي طب وتم التعدي عليه على مسمع ومروة من الجميع وطنيا وخارجيا على أنه راهو اليوم اتصلت النيابة العامة بعد اعتقال الدرك. وبناء على رأي النيابة العامة وضبط القضايا الدرك أني تعطيل القانون بلوجي للمؤسسة، أنا نسميه تعطيل القانون. لأني يعطي موقف أداء القانون. على اني ما في تنشيها نزولا عن رغبه العقيد اللي هو قائد الاكاديميه البحريه اللي اعتبر على انه افدار، اعتبر على انه قاعد فيها، واعتبر على انه اللي فيه ما هو ملك للدوله في الوقت اللي سيرها بخارج غياب القانون. فما ساتذه نسول عنهم في الاكاديميه البحريه، جيت لكم على وضعيه استاذ لغه انجليزيه واستاذ مناحه بحريه. وانا هو ثالثهم اللي له وضعيتي هي وله ما عندنا من مشاكل وعند طلبتنا وعند الشؤون الاكاديميه والبيداغوجيه اللي ما قاعد حد يحلها ولا قاعد يوهر عن فيها. بقاوا ثلاث اساتذه هم اللي رسميين في المؤسسه لا اعرف السبب بطل العجب. واحد عبد الله ذا سيرفيس كوردينيتور ياك فهمتوا وطاوه شوي وقاعد ومترثم ما هي كلمه. واحد ذاله مدير الدروس في المدرسه ومترثم على ذاك المترثم اللي زاد هو ولا هي كلمه. واحد مدير دروس هم اللي ولا هم النقاع وضع استعاره من معهد الزراعه في روسو ويبتزونهم اي واحد يبدو يردوه وعاطينه خدمات شوي. اذا هذا مذكره عمل من العقيد. معناها شنو؟ معناها الدكتور عبد الرحمن، الاستاذ حميد بابا، استاذ اللغه الانجليزيه، استاذ محمد حمود، شرفاء من ابناء البلد اللي مهم عندهم البلد ومهم عندهم وضعيه الشهادات الاكاديميه ووضعيه التعليم فيه، لا بد من يصاعوا ولا بد من يولدوا ولا بد من يبتطوا والناس ما هي ماشيه بالفساد ولا هي قابلت ولا تدل بها لي، دراعه الفساد ما نجلسوها رئيس الجمهوريه، ما تجي علينا، ما يقدنا. سمعت رئيس الحكومه ما قدنا دراعه الفساد، وزير الدفاع ما قدنا دراعه الفساد، وقائد اركان العام الجيش ما قدنا دراعه الفساد. سمعتوا وراكم تكالبتوا وضعيه انتظروا على انها لحقت العالم اليوم ما فيكم حد يقدر يتصامم، ما في لجنه تحقيق، ما في شيء يتقف عليه، راجل مخدم سجل بالدوله الموريتانيه عدل ذلك عدل ذلك. بركات يا انا استمعت لذلك قالت الضبطيه القضائيه والنيابه العامه خصوص عدم وجودي فهم نختار نبين فيه نقطه واحده على اني ماني مسؤول في وضعيه الغياب والله في عدم المجيء للمؤسسه لسبب بسيط. اولا على ان قاعد قال المدرسه انقفض فهمتوا المعهد تربط لي بها ماده من القانون تتعلق قانون الشغل. اذا شنو؟ اذا هذه الوضعيه المسؤول عنها هو الضبطيه القضائيه والنيابه العامه لانهم ما يقدروا يقولوا على اني ما جيت المؤسسه والله ما وقفت عليها. قضيه هذا ما يتعلق بالامور الاداريه تتحمل مسؤوليه النيابه العامه لانها حازتها مع الهيكل الجنائي اللي ما قدرت تعدل في شيء. فهمتوا؟ وهي هي اللي مشيت نصر بي عاز منها لقائد المنطقه العسكريه وللوالد اللي جينا ثلاث مرات واربعه وللمؤسسه اللي دخلناها داخل المؤسسه نعتبروا عندنا بالاحترام وتقبلتنا دخلنا في داخل الدروس في داخل الاخير. وركات اياها بانتظار هذا يعني واصل مع الهيئات الحقوقيه اللي شاركوا الحقوقيين اللي تاصلوا معايا من 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 من, من, من جنب تاصلوا معايا بوجود المفوض الرئيس المفوضيه الساميه لحقوق النساء الاستاذ المحامي البحبين فهمتوا وطرحوا لي تساؤل عرضوا قدامه الفيديو وقالوا اذا ما عنده به علم ورانا دشرجينا الشكايه لان في الاسبوع الاول دشرجيت عندهم وراي هم واحد دشرجيت هم اللي ودشرجي في نواكشوط وعطوني دشرجي موقع من عندهم. بالنسبه للمفوضيه الساميه لحقوق الانسان تابعه للامم المتحده الوالد وعندها شكايه. بالنسبه للنيابه العامه والدرك عندهم شكايه. اذا نشكر الاعلام الوطني اللي واكبني منصات وللشباب الاحرار الاوفياء والصادقين اللي واكبوني في مرحله اللي نعتبر انا ما هي مشكلتي هي مشكله الشعب الموريتاني كامل لانه الفوق الفوق قالوا الاصلاح ولين يقبل طريق الاصلاح يملقى وينكتبوا فيه بئرات ويتحدوا شمس السينما من مده تمارس الجرم المشهود. حتى الاكاديميه ما معترف بها من طرف المنظمه البحريه الدوليه، لا هي تعطي افادات معترف بها يطلعوا بها ابناء البلد وخيره ابناء البلد على السفن البحريه التجاريه، ولا هي تعطي شهاده مهندس شهاده اكاديميه وعندها سابقه في التزوير، فاتني تزور شهاده مهندس
مسابقه مجهوده في الوظيفه العموميه ولائقه موجوده وتحرك من الساعه، لان حتى مدينا قبل التزوير الادويه على مراراتي وقبل التزوير الذي قالوا للقطع الارضيه واوراقها ولائقها وفرماتها على مضاربتها ما تقبل ان يزوروا شهاداتها الوطنيه. هذا هو موقفنا وهو تاريخ من النضال اللي استمروا فيه. وشاكر الاعلام الملي الدولي اللي واكبنا من الشباب ابناء المجر اللي بالخارج ايرو ميديا ولندن ميديا والذي قالوا افرو ميديا اللي واكبنا الملي في الفريق الكامل. ولعاتهم لعاتهم اسئله الاعلاميين نفتحها وراني ان شاء الله وماصل النضال وراجي من الجمعيات حقوق الانسان والقيام التعليم والموريتاني الاحرار ونقاط المحامين انهم يوقفوا الموقف الشجاع، لأن هذه قضية مؤسسات، قضية فصل السلط. إحنا في قرن لا يسمح بأي نافذ عسكري يسيء مرجع قانوني ويستخدم قوته ضد القانون. أنا نواجههم بمقرر قانون مكتتب ومرسوم من الله من 126/2006 هم يواجهوني بحرية خشنة وأوامر عسكرية لم يعد لها موقع في التاريخ البشري المعاصر. هذا هو واقع المأساة وواقع المأساة. وتحت أسئلتكم كاملين اللي عاد عنكم يسير. السؤال الأول، اليوم اللي نحكمت عن الجندرمية، سمي 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 الاسم والصفة اياك اللي يسمو الناس يعرفوا السؤال. السؤال الاول، اليوم اللي نحكمت عن الجندرمية من وقفه شفنا احنا شهر فرق العنف به الشيء وطيت كم موقف عندهم من كيف تقدر الدرك. جاني نواحي لا يعود لها 11 ذاك اليوم وتميت عندهم ان عاد قريب من الثانيه والله الثالثه تقريبا. المهم ان الزوال بعد عاد علي فما انا قاعد توقيت ما طرحت له حتى نظرا لاني كنت قاعد في وضعيه نفسيه مثلا ما هي ما ما, ما ممكن. على كل حال ذاك الواجهني به الدرك كان واضح، قالوا انت شو الدور عند المؤسسه وكان جوابه على اني نعرف انه الوثائق وارتباط بالمؤسسه. فهمتوا؟ قالوا لي نحن ندور ندخلوا عندك فهم شيء جيبوه لك. قلت لهم هي ما ينقلوها ونقلوا قماشها. هي وثيقة قانونية تربطني بالمؤسسة، ولا فهم حد عنده وثيقة أكبر مني قانونية. ما هو عقيد قائد أكاديمية بحرية معين مرسوم من رئاسة الجمهورية مجلس الوزراء، بعض من مرسوم من مجلس الوزراء تعيينه، وبالمناسبة هو يمشي ويجي. أما أنا ثابت في المؤسسة لأني مكتتب فيها بقانون مقرر قانون بين وزيرين مرقين صالح أكاديمية بحرية ومرسم فيها ولسه عطوه معهم. قالوا لي إذا نحن ما عندنا لا يواسوا المسطرة مشيناها اللي هي البرقية، وهي برقية غير نقول للشعب الموريتاني لا عاد ماشي الصنف لاحقة الحد، هي أسبوعين، أنتم يتناسبوا اثنين قصة، والله تسرق التلفون، والله تسرق الواير، تتحرك الضبطية القضائية بسرعة البرق، والنيابة العامة، وبوتاتها، وبرجالتها، وبشرطتها وبدركها، شي ما يلحق رمشة عين، لأن كل الاعتداء علينا، لودوا الجماعة ما راهو، ولودوا القضاء ما راهو كذا، ما يعطي يلا، على كل حال. الدرك تعامل معاه كان تعامل محترم مسؤول، لكن اللي مضيت قاعد معاهم، لكن اللي مضيت قاعد مع الدرك، لكن اللي مضيت قاعد مع الدرك ناولوني عدلوا لي تاي وطاوني كاس من التاي، فهمت؟ قال بعد قاعد ما هو ندور انا تاي عند دارهلي، انا ندور العداله، طاوني تاي وطاوني طش من بول، قال ما هو ندور انا ندور العداله، وجاي مغضوب، وجيتهم سابق نفطر، فهمتوا؟ على كل حال شاكر للتعامل هو اللي لبقى، هذه ما انهم قاع، الدرك ما كان عندهم بالخطة يديروه بالجيش. جيش ما هذا ما إنه خلاه ضل لا يدير درك واحدة لا خطأ ثاني ك تو زين تفضل معك مناسب خصوص الشباب لفتيان والله عن السؤالين بالفتيان. السؤال الأول أنت ذكرت مدير أصحابه واحد استلم الملاحة البحرية وواحد استلم الجزيرة عدلوا تظلمات قبل طريق قانونية ونصف حين كانوا قاعدين على الشيء وانت رجل قانون متخصص قانون قرأ القانون حسب كلامك انا قلت ترى ما فهمت في طريقهم وعدت تحن عندهم هم الشاكي منك بدل وانت هم الشاكي منهم. هذا كيفاش نفهمهم من الجهه؟ تحن نجاوب على السؤال الاول ياك ما نستاهم كذا. بالنسبه للسؤال الاول في تصحيح شوي، انا التظلمات عندي كامل، عندي تظلم العام الماضي امام وزير التعليم العالي من قضيه المسابقه اللي كنت لاين عدل اللي رفضوني هما واللي مضى الملف فيها السنه عند وزير التعليم العالي واللي صبني في وزير التعليم العالي ورفضوهم من انهم ينصفوني. عندي تظلم امام الوالي والي الولايه سابق تخلق الوقائع سابق نتعرض للتعذيب ولا تتعامل معاه وعندي رقم روسي. عندي تظلم امام النيابه العامه وهي اللي مشات شلون ما ردت لي عازمنا. عندي تظلم سابق عند الدرك سابق تخلق الوقائع وني خلقت الوقائع. إلى الطريق الإداري قبلت بكل ما تحمل كلمة معنا. عندي تظلم أمام مفوضية سامية لحقوق الإنسان تابعة للأمم المتحدة واللجنة الوطنية لحقوق الإنسان. يا قال قلت لك على تظلماتي أنا هي تظلمات زملائي ملي شور مرافق كبيرة. معناها فهمت اللي قالوا تصامم الإدارة
فهمت اللي قالوا تصامم مرفق القضاء. بالعكس استاذ با عنده نفس الشيء قضيه جزائيه عند المحكمه ضد واحدين عسكريين ترفضوا البغاء ما يزينوا دخلوا عليهم المدرج بالعام الماضي. حتى الان ما زالت هم مقبره عند النيابه العامه ما ما ما, ما تحركت فيه اليوم. هذا هو الواقع. هذا هو الواقع. الا ترى انك وانت صاحب قضيه حسب طرح تصرفه، الا ترى انك تحاول صناعه اعداء اكثر من صناعه اصدقاء ومصاحبه بهجومك على النيابه، هجومك على السلطات؟ هذا ما ترى انه نوع من خلق العداوه بدل من خلق التعاطف. شوف 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 هذا اللي نفتك عليه. عداوه قاعد يانا والله صحبه يانا ما هي للشعب الموريتاني كامل ما يناقش. صحبت معايا النيابة العامة، وصحبت معايا الدرك الوطني، وصحبت معايا الأكاديمية، وهي ما هي معدلتها مع المواطن البسيط والمواطن العادي، ما هي مرة كيف وشنو؟ احنا قضيتنا قضية عدالة، إذا اللي واضح شنو؟ احنا ما نصحوا الأعداء، ولا بينا مال المجاملات، احنا عندنا لجوء لمرفق قضاء، ولجوء لدار، لكن الإلهي تقول لنا أن يعود نصف نذمنه ونذكره ونعتبره أنه خالي، لكن لا يتعدل، نحن ما لنا مطالبين بكون نقول ذاك اللي خالي. انا استاذ تعليم عالي باسم حالي العود نزلت قدامك اليوم وانا مظلم قدام اداره ومظلم قدام قضاء، هل مطلوب مني مجامله القضاء اللي ما صرني ب 24 ساعه الاولى؟ هل مطلوب مني مجامله القضاء اللي طلب مني كلفني بعمل ضبطيه قضائيه وقال لي جيب صور لاشخاص واساميهم، ليش شغلتهم هو؟ جبت صور لاشخاص واسمائهم وصفاتهم ورتبهم العسكريه وطرحتهم لهم معاهم دليل ما يدينون الى حد الساعه ما تحكوا. هذا هو واقع القضاء في درجات المواطن اللي قلت لك في درجة مواطن الدرجة الأولى وفي مواطنين بدون الدرجة دي. السؤال الثالث والأخير مضمون كلامك الإسلامي كامل، هل الدكتور عبد الرحمن يتحدث إلى العيال الآن بصفته صاحب قضية أو ما يفهم خلال خطاب بصفته رجل سياسي؟ شوف السياسة لم أكن في يوم من الأيام بممارس السياسة في إطار ما يتعلق بعملي أو في إطار ما يتعلق بالإدارة أو مرفق القضاء، علاقتي بهم علاقة مسؤولة ومحترمة، لم هل لو كنت رجلا سياسيا لما لجأت إلى الوالي بتظلم مكتوب ومرقب، لما لجأت إلى الدرك الوطني، لما لجأت إلى وزير التعليم العالي، إذا السياسي دائما يكون النقطة التي تفيض القصص قبل أن يلجأ إلى المرافق التي عليه أن يلجأ لها، أنا جئت للمرافق التي عليه أن يلجأ لها، أما فيما يتعلق بسياق السياسة أظن أنه واضح ولا يمكن من الرجوع لحالة بيجي الرجوع لحالة ما هو مناسب. هذه قضية قانونية إجرائية أمام العدالة أمام المرفق العام أمام مؤسسات الدولة فيها تعطيل القانون أمام قائد يستغل السلطة ومركزه القانوني ونفوذه دون أنه يحترم الذي قال له أطر التعليم العالي اللي ما عنده عليهم يد لا عنده عليهم سلطة إلا في إطار ما ينظمه القانون. عارف بذلك أنتم تطلبون مني أنا أن نظلم ونكتب، لماذا قائد الأكاديمية البحرية لو كان شخص مسؤول لماذا ما يكتب هو الوزارة التعليم العالي؟ لماذا ما يكتب هو الجهات المعنية؟ لماذا ما تجيني أنا وثيقة من وزارة التعليم العالي؟ والله الوظيفة العمومية، والله الجهات المعنية، لأنه يعرف هو تلقائيا يعرف أنه ما يصح توبيه بالإطار القانوني ما معدل، هم عطلوا القانون، لو كان القانون ما هو معطل يعودوا اليوم تابعين للشؤون الأكاديمية وزارة التعليم العالي، وعود عندنا مجلس تأديبي، وعود عندنا حقوق، وعود إلى راسلنا وزارة التعليم العالي في إطار التقدمات تعدلنا، وإلى راسلناها الطلبة في إطار شهادات أكاديمية تعدلنا، وطريقهم ما يطريقنا، عندهم لوجستيك، عندهم المطعم، عندهم الإعداد البدني المتعلق بالرياضة، عندهم السكن الجامعي إلى آخره، عندهم أمورهم المتعلقة بالتسيير الميزانية اللي إحنا ما تعنينا، قال الشؤون الأكاديمية ما عندنا. والتعليم اليوم يا رئيس الجمهورية أعلن التعليم اليوم في المؤسسة عند رجاج ما هو معلم تخريج تكوين معلمين، ما هو خريج تكوين مدرسة تكوين الأساتذة، ما هو خريج تعليم فني، ما هو أستاذ جامعي، ولا التعليم اللي لا يتسجل فيه أخبار مني. من ترى اللي صايع نيالي اليوم يا خوتي دقيقكم تعرفوا من هما عقدويين في المؤسسة ومدير معهد يشد قلب ليمروب المعهد العالي للمحيطات والبحار اللي ما عنده علاقة بالمؤسسة وأنا رسمي فيها وعقيد من الجيش الخطة كاملة المؤسسة ما عنده قاع فيها ارتباط لا ترجع له قانوني ما هو بمقاع إلا ما هو أكبر من قدو. فهمتوا؟ يقال هذه المدة تمتهن الذي قالوا الفساد الإداري والفساد المالي والعمل الأكاديمي ما هو خارج إطار الشهادات والعمل التكوين البحري ما في إطار الاعتراف بالمنظمة الدولية البحرية ما هو خارج. إذا هذا هو واقع الحال وبعيدا عن الذي قالوا تسييس القضية يقال هذه قضية مواطن. نحن ما يجد أولادنا يهاجموا وتلاميذنا يتطوا ينجروا والأساتذة ينكر بهم والقضاء في حالة من التصامم والنيابة العامة حالة من التصامم والوالي حالة من التصامم والمرفق العمومي والدرك حالة من التصامم ونعود من اللي قد قال نشي ذلك لا يقدر يطلب منا اكثر مما فعلناه في هذا البلد وهو الترنم
عاقب لا الدولة يلا تفهم الطريق الماشي هذه شنو، يا كان المؤسسات يا كان القانون يا كان رغبات الشعب الاشخاص. اذا عدتوا مشيتوا للرجال رجالك بيتكتبوا عن العود العرض، ولا يقعد رئيس الجمهوريه يتكلم عن التعليم ويحمل مسؤوليه التنميه للتعليم انهيارها وانهيار البنى التحتيه وانهيار الاقتصاد الوطني وبشرط الشباب للتعليم. التعليم اللي هو رئيس الوزارات التعليم، التعليم اليوم تصنيف جامعات موريتانية تصنيفها متدني الى اقصى حد، حتى انه ما داخل دائره اطار التصنيف. المخرجات سيئه ما تنفع، شهادات وطنيه ما يخالفها منعدمه. اسمه يسول هو رئيس الجمهوريه وزير الدفاع عن الميزانيه بالكابينه الداخليه يلقي شنو؟ يلقي شنو؟ ها؟ يلقي شنو؟ نترى كانوا تعليم اكاديمي، كانوا تعليم تكوين بحري. ها؟ ولماذا نعود نحن وسلم نحن وتلاميذنا ورقبتنا؟ ها؟ الذي قال مؤسسه عسكريه تبطش فينا فعل الاوامر العسكريه وغيار القانون، اما نخطف الفساد، اما نقبلوا تدمير التعليم، اما نسكتوا نرجموا افهامنا، واما علينا يمارس علينا يمارس علينا. ونقول للشعب الموريتاني على الاكاديميه سيئه الصيت، سيئه الصيت في تاريخها كامل، لا في التعاطي مع الشؤون الاكاديميه، لا في جرائم التعذيب والاهانه اللي فيه حالا ملفات القضاء متراكمه فيها. سيئه الصيت الاكاديميه البحريه. وهذا ما يقدر ينقبل المؤسسه، ما يجيها تفتيش، ما يجيها رقابه، ما يقف عليها احد، ما مسوى لها احد عن الاخبار، نعيشوا فيها الوضعيه اللي نعيشوا اليوم فيها. استاذ عندي سؤال شوي بنص الوالي، استاذ شوي بنص الوالي، ثم القطاعات الداخليه والسباق والثاني بهي القضيه القضائيه في الوالي في السلطات كامله. هذا جانب اخر، هذا اللي قالوا المنتخب وتدريب الوالي، رايك انكم تواصلتوا معاهم ووصلتوا قضيتكم، شو اللي كانت رده فعلي؟ إذا المنتخبون في ولاية نوالبو ما قطرينا منهم حد، وعادة المنتخب يلا إذا هذا المنتخب الصدر الحقيقي بيدي أنت ما تقدر توصل إلى البرلمان وتعود أمور جاي تمشي عندهم. المنتخب الفعلي اللي دافع عن حقوق الشعب والقضايا العادلة واللي انتخبوا الشعب اللي تتحرك هي رواية خصوصا بالإعلام يلا ويتحرك من مكانه يلا يتواصل مع الشخص المعني والجهات المعنية ويلا هو إذا هذا. على كل حال ما قطريت ما هو نايب سمالي نفسه أنه ولا مات ريته عند الولاية بصفة تلقائية صدفة وسلم عليا وهو سلم عليا لاني انا ماني بادئ تسلم ومن سلم عليا قال انت هو اللي عندك المشكله من امريكا وكذا رديت عليه هو اللي دخل مع الوالي ومضى مع الشيوخ خالدي وقال لي الوالي لا يعيط لك ويلا يخلق يلا المشكله يلا تنحل وينعاد لك الاعتبار قال لي يلا ينعاد لك الاعتبار هذا النايب لو مطلبي انا شخصيا لان استاذ يلا ينعاد الاعتبار لان بعد ما هو قضايا شخصيه ولا قضايا جنائيه هذه قضيه الدوله الموريتانيه على تعاطيها مع التعليم وعلى الاستاذ ومع التلميذ شخلك هو اللي منين دخلت على الوالي وكيف الوالي جبرته كيف ذاك يامس مضيت معاه فهم ساعتين والله الان هو اللي دخلت على الوالي في طار اللي قال النايب هو اللي قال لي على انه يختار مصلحتي الشخصيه وعلى انه يختار يعدل الله يقول لي قلت له شنو؟ قال لي دورك تكتب قال لي خلني نتكلم مع كولونيل النجوم قاموا خلط عنه وتكلم معاه وحد من ذاك قال ما اعرف شنو ورجعت له وقعدت معاه فهمته وقال لي تعاملت معاه بلغه خاصه اصلا نتعامل بها مع الناس اللي ما يشوفهم عوجه ما ينسقمك فهمتوا؟ قال لي انت يلا تعتذر اعتذار مكتوب قال لي ويلا تعدل واحد على الفيسبوك وتعتذر فيه الاكاديميه والاداره والمسؤولين قال لي والمرده قال لي لا يوفيها انا لا يوفيها انا هو قال لي توفهم اخبار يرفع عوجه وشوفوا قلت له شوف الاعتذار مكتوب والاعتذار على الفيسبوك هذا انا هو قاعد محدد قلت له ما اهل مولانا انه ماكل قلت له هو من دار ما يسوى لي حد يجي في داره والله يجي مكتوب ويعتذر قال لي حنيني تلفني انا جاي هذا التهكميه هو ما يعرفني انا جاي الدنيا لا الدوله اللي تدفع خارج هذا الخارج كامل ما مهم جاء فهمت اسمع منين قلتها له قاموا تلفنوا صار المره الثانيه اللي تلفنوا على الزر قال العقيد هو يجيك في الدار والله يجيك بكذا قال له هو قاعد كافي قالوا لي نكتب على فيسبوك والله يكتبها على فهمتوا قلت له شوف سيد الوالي لا ينعد البث مباشر يعلم ولا قلت له بالصوره هذا حد يعرف يعني ما نكتب قلت له ينعدل البث مباشرة انا هو قاعد ما بين شيء اللي هو الوالي قلت له ينعدل البث مباشرة ولا يذمن فيه قلت له موقفك انت كوالي وطني شخص غير اعتيادي في تعاطيك مع المواطن ولا ينسكر الاكاديميه اللي بطلت من المؤسسه قال لي ياك دوري تعدوا لك امورك شيت عنهم وجهه بشاشه وخوف عنهم قدام ولين قعدتهم في الليل عدلت بث مباشر قلت لهم اعتذاركم قضيه هو اعتذاركم مواطن هو السيد مواطن هو الشيخ نجيك مبطوط قلت له اعتذر وسابقا جاي طارح عندك رساله تولي ها؟ وسابقا جاي للنيابه العامه ومشيتني بعاز من هي على اني نخرج على المؤسسات بعينها ونلج باب المؤسسه ويعدل لي كامل. احنا اليوم ما نتم حد اصبحنا بغابه يسيروها اشخاص كلهم وقرعوا فيها ولا هو يلا اليوم الموريتاني كامل يوقفوا فيه وانا واقف فيه وماشي فيه
ولا عاد في سؤال اختير مني لا انا الكلمه الاخيره موجهه للشعب الموريتاني. الشعب الموريتاني اللي عنده صوره رائده وصوره زينه وشافتها موريتانيا كامله، وهي اخر لوحه جميله يرسمها الشعب الموريتاني في قضيه الصوفي تغمده الله بواسع رحمته ونعيمه. هذه اللوحه هي اللي نعول عليها كامل كشعب موريتاني، شعب متمسك بالدوله المدنيه، بفصل السلطات، باحترام القانون، بالتعاطي الاداره مع المواطن، مرفق القضاء ومرفق الاداره العموميه. هذا هو اللي نسعى له كامل كموريتانيين في الداخل والخارج. طبعا نتفاوت فلاك بهاللي فهم اللي قد ما يتحملها جزء من المسؤوليه، وفهم اللي تفرض عليه وظيفته الكراهات، وفهم وفهم وفهم. انا بعد الناس اللي على قلتها لا بد ان يشعل موجه للمنبر، انا قضيتي ما قضيت عبد الرحمن، قضيه موسى وعبد الله صنب من جاي، ولانه لو لم يظهر ذلك الفيديو الذي ارخى واقعه مشهوده للشعب الموريتاني داخليا وخارجيا لكنت اليوم اهلي كالمجنون. الاكاديميه حينما تعاطت مع قضيه الطالب وانه اصيب بنزله بر حينما تعمق التحقيق كانوا يطالبون بدفنه، ظهرت مكيده الاكاديميه البحريه، ظهر مساعي الاكاديميه البحريه من خلال التعاطي مع الطالب، من خلال التعاطي مع الاستاذ، من خلال التعاطي مع شهادات الاكاديميه. هذا هو الواقع المزري. ما يلا دوله تصرف موارد العموميه الا بمخرجات مؤكده ومعروفه ومعروفه من الصدق. إني نقول لك انك واحد طب معناه انك واحد مستشفى القلب، واحد مستشفى امراض كبيره معناه انه مستشفى. إني نقول لك انك واحد مدرسه المهندسين، انشا مسارس المهندسين طبقا لمحكمه ماده 5 مرسوم قانون، وين هي المدرسه اللي قالها مدرسه المهندسين؟ ما تكونوا فيها اولاد الادميه وتجيبوهم. وهون نختار مولي نختم برضواه ياك الشعب الموريتاني على يعرف رئيس الجمهوريه، تعرفوه كامل. علمني سنه ثانيه ولا نقول ونكرر من المرارة اللي جبرنا في الأكاديمية البحرية. لا فهمتوا كنت نقري فيها طالب والده جنرال رتبة جنرال، سنة ثانية نقري في البحرية التجارية. يا سمعتوا يا فهمتوا ووالدته يتنظر اليوم هون في طارق حزب الحاكم، هي فيدرالية حزب الحاكم، تنظر على التحقيق وتنظر على بغداد وتنظر على العمال الصيد التقليدي بعلنها الدولة دولة اجتماعية وان هي لها صلاح دولة اجتماعية. داروا ولدهم أعطاه رتبة عسكرية خاص برتبة عسكرية. وين هو بناء تركتي انا اللي تعطيت انا لمولدتهم؟ تركت اولاد مولدتهم. زيني اللي عندهم شهاده بكالوريا علميه معدل 17 18، من يبكي هؤلاء؟ ها؟ هل تبكيهم امهاتهم اللي صرفت عليهم ميزانيه طائله؟ هل تبكيهم الخزينه العامه اللي صرفت عليهم اموال طائله؟ اليوم المدرسه اغلقت، من يتحمل شهادات هؤلاء؟ ما عندهم افادات البحريه التجاريه لان ما اعترضت من المنظمه البحريه الدوليه ولا قبل قاعد صعينا فيها، ولا عندهم شهاده اكاديميه اللي مقطع وزير التعليم العالي. اذا هذا هو اللي نجي انا عليه. ومش عليه الحامد وبا ومش عليه هم اللي الموريتاني اللي يقوله رئيس الجمهوريه كامل التعليم التعليم التعليم. اليوم هذا هو الواقع في اطار رفض القضاء، في اطار التعليم، في اطار التعاطي مع الحريات العامه. وراني مناصر ان شاء الله وشاركوا شاركوا الخير من ذا البلد داخليا وخارجيا. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.